الجلبان شحال دايره اخي؟ 20 درهم. السلام عليكم متتبعي قناه شوف تي في على المباشر من المدينه ديال سطات، العافيه شاعله في الخضره. صباح اليوم الخميس، مطيشه داير الثمن ديالها 15 درهم الكيلو، الجلبانه 20 درهم، قرعه كورجيت 12 درهم. هذه هي الاثمنه ديال الخضار اللي صابحه شاعله فيها العافيه هذا الصباح، وماشي هذا الصباح راه سيمانه هذه ولا 15 يوم. يعني قرعه كورجيت دير الثمن ديالها 12 درهم، الجلبانه 20 درهم الكيلو، مطيشه 15 درهم الكيلو. كنحاولوا نقلوا لكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في اللفت الوريكي 8 دراهم، اللفت الوريكي هذا، اللفت الوريكي 8 دراهم، او كيف ما كيقولوا لي اللفت المحفور، اللفت الوريكي، اللفت المحفور 8 دراهم، اللفت الصفر 8 دراهم، اللفت الابيض 8 دراهم. العافيه شاعله في الخضره اليوم الصباح الخميس، الله يرزق السلامه يا ربي. واش مطيشه 15 درهم الكيلو، اللفت 8 دراهم، الجلبانه 20 درهم، الجلبانه 20 درهم الكيلو، مطيشه 15 درهم. اثمنه يعني جد مرتفعه ديال الخضار. الشفره واقيلا 10 دراهم ياك، الشفره 10 دراهم الكيلو، المغمض حتى هو، البنجال المغمض 6 دراهم، البنجال 8 دراهم، فلفله 8 دراهم، فلفله 8 دراهم. صباح الخير اخويا، كدير مع الصحة؟ هادي اخويا لا حول ولا قوة الا بالله، الله يكون في عون الدرويش. الجلبانة راه دايرة الثمن ديالها 20 درهم الكيلو، الجلبانة 20 درهم الكيلو، اليوم بالمدينة ديال سطات، اليوم الخميس، الجلبانة دايرة 20 درهم الكيلو، مطيشة 15 درهم الكيلو، اللفت المحفور واللفت الوريكي داير 8 دراهم، القرعة كورجيطة هي راه دايرة قرعة كورجيطة راه داير الثمن ديالها 12 درهم، راه كانت 13 درهم دابا هبطات ل 12 درهم. هذه قرعة كورجيط اللي داير الثمن ديالها يعني 12 درهم الكيلو. العافية صابحة شاعلة في الخضرة يا ربي السلامة، فهمتيني؟ الله يكون في عون الدرويش، الله يكون في عون الدرويش. اللفت المحفور ولا اللفت الوريكي راه داير الثمن ديالو 8 دراهم، اللفت الصفر 8 دراهم، اللفت العادي اللفت الابيض 8 دراهم، اللفت هذا تا هو 8 دراهم، مطيشه شوفوا مطيشه يعني الثمن ديالها 15 درهم. شحال هاد السيد اللي غادي يتقدى في هاد القفه ديال الخضره، شحال يقدو، شحال يقدو ديال الفلوس باش انه يتقدى؟ البطاطا ها الثمن ديالها، البطاطا، البطاطا الحلوه داير الثمن ديالها 8 دراهم الكيلو، هادي البطاطا الحلوه، هادي البطاطا العاديه 8 دراهم الكيلو، هادي البطاطا العاديه، البطاطا البيضاء، كاين البطاطا ديال الفريكو، كاين البطاطا العاديه. كاين الجوده في الخضار ولكن راه كاين الثمن، راه كاين العافيه، كاين العافيه الله يرزق السلامه. العافيه يعني شاعله في الخضره اليوم الخميس، مطيشه راه داير الثمن ديالها 15 درهم الكيلو، مطيشه داير الثمن ديالها 15 درهم الكيلو اليوم بالمدينه ديال سطات، اليوم بالمدينه ديال سطات. البطاطا حلوه 8 دراهم، البطاطا حلوة 8 دراهم، البطاطا العالية 8 دراهم، أثمنة يعني جد مرتفعة يا ربي السلامة، يعني أثمنة جد مرتفعة. كنحاولوا نقلوا لكم اللفت، هذا اللفت هذا 8 دراهم، اللفت 8 دراهم، اللفت الصفر تا هو 8 دراهم، القرعة كورجيت 12 درهم الكيلو، القرعة كورجيت 12 درهم الكيلو، اللفت الوريكي 8 دراهم الكيلو، الجلبانه اللي دايره كرون راه دايره 20 درهم الكيلو، يوم مطيشه 15 درهم، كيتربعوا على الراس ديال الخضره اللي طالعه في الثمن، الخضره اللي طالعه في الثمن اليوم الخميس، جلبانه 20 درهم، مطيشه 15 درهم، اللفت 8 دراهم، القرعه كورجيت راه دايره 12 درهم، الخيار 8 دراهم، 9 دراهم، الشيفره ولا 10 دراهم، ما كاين 10 دراهم وطلع الفوق. البنان راه ولا يعني رخص من البطاطا،
البنان داير 7 دراهم، حتى 8 دراهم، البطاطا حتى هي دايره 8 دراهم. كيلو ديال البطاطا، كيلو ديال الجلبانه داير 20 درهم، كيدير الثمن ديال 2 كيلو ديال البنان، ديال 2 كيلو ديال البنان. الخضره غاليه، الخضره صالحه غاليه. الجلبانه راه داير الثمن ديالها 20 درهم الكيلو اليوم بالمدينه ديال السطات. القرعه كورجيت 12 درهم. الفلفله يعني 8 درهم، هذه هي الاسمنه ديال الخضار. الدنجال 8 درهم. المغمض 8 درهم. اولي شو شيفرو راه داير الثمن ديالو يعني 20 درهم الكيلو. لفت الجلبانه الساسي مراد 20 درهم اخويا الكيلو. ها انت شوف الجلبانه، شوف الجلبانه ديال 20 درهم الكيلو. هذه الجلبانه ديال 20 درهم الكيلو. الكرمبرا شيفرو راه داير 10 دراهم، 10 دراهم الكيلو، 10 دراهم الكيلو الساسي مراد اخويا. شوف واخا انا غنوريك، انا غنوريك. ها هو 10 دراهم. شوف ها هو خويا، حتى كتشوف الشيفرول. ها الكرب. لا مرحبا. لا مرحبا. الخيرات ولكن راه كاين الثمن، الخيرات راه كاين الثمن، الخيرات تبارك الله، راه الخير موجود ولكن راه الثمن. راه مطيشه دايره 300 دريال، 15 درهم الكيلو، الجلبانه 20 درهم. الله يكون في عون الدرويش. يعني اثمنه جد مرتفعه ديال الخضر اليوم الخميس بالمدينه ديال السطات، يعني اثمنه جد مرتفعه ديال الخضر كيف كتشوفوا يعني على المباشر المتابعين المشاهدين الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. البطاطا الحلوه اللي داير الثمن ديالها فيصل الثمن اخويا ما كاينش في اوروبا. دابا الخضره راه ولات بالاورو 10 دراهم وطلع الفوق. البطاطا 8 دراهم. شيفرول 10 دراهم. مطيشه 15 درهم الكيلو. بطاطا هذه بطاطا، كاينه بطاطا ديال الفريغو، البطاطا الاخرى العاديه 8 دراهم. 8 دراهم البطاطا 8 دراهم اخويا، 8 دراهم اخويا. اسمينا جيب مرتفع هذه المطيشه كيف كتشوفوا، هذه المطيشه اللي وصلت الثمن ديالها يعني 15 درهم الكيلو. مطيشه 15 درهم الكيلو. شوفوا الثمن، شوفوا المطيشه ديال 15 درهم الكيلو كي دايره، 15 درهم 300 ريال الكيلو. راه كانت البارح دايره 13 درهم، اليوم راه صبحات دايره 300 ريال الكيلو. الجلبانه 20 درهم. كنحاولوا نقلوا لكم مختلف الاسعار والاسمنه متابعينا المشاهدين الاوفياء قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر، والى اللقاء بث مباشر اخر.